لقحت انت ونزلت يرحم والديه وبيه كل شيء مريك كل شيء منظم هات الفيح بالقداء ويرحم والديه وماذا بينا ديما تواصلوا كيكة في البهوية نقعدوا مع بعضنا باهي نطلبوا من الناس كل باش يتلقح خاطر من نجم وننتصروا على الوباء هذا إلا بالتلقيح كل شيء محكوم ومنظم ان شاء الله باذن الله نعاودوا في ساعتين قداش لقحته في ساعتين تو 389 اجاوا لقحوا مرحبا بك بالشفاء صحه وعافيه عند ربي يبارك لك وان شاء الله ربي يعافي ام الاسلاميه الكل وتو لحد الان الحمد لله واللي مش عمل ربي فهو خير راضين به ما كنتش مسجل من قبل لا اساميس سجلت قبل وما ريتوش الاساميس يجي توا شي شهر ولا اكثر عاودوا بعثوا لي اساميس اخر وماش لقطش بيه الاساميس تاع البارح ريت هاني والعيله هنا جينا وانا لقحنا ولقي على الله سبحانه وتعالى التلقيح قداش عندك تستنى فيه توا؟ خلى به ياسر وراه مرتاح المحل وخليه على الله البخ قداش عندك تستنى في التلقيح توا؟ ما فيش لا لا من الايامات اللي فاتوا لا ما هو المرة دي جيت سجلت أنا لقحت هنا والحمد لله والعائلة ملقحين و... هلا مازال كيفاش تو باش تمشي بالله نجم نجيبهم تو يلقحوا بحول الله بقدرة الله تو نجيبهم يلقحوا كل المرأة كل الأولاد الكل والعمال على ربي تو تقريبا نص ساعة تقريبا نص ساعة من اللي جيت ولديت ولقحنا والحمد لله ما سجلتش قبل انت لا ما سجلتش نصايح اللي لقح شنو يعمل انت والانسان راه انت وبدات فما عباد ما تاثرش فيهم فما عباد تاثر فيهم ينجم يصغر شويه العبد ينجم شويه عنده شويه كورباتور الصيني معناه مختلفين فهمت شنو ياكل؟ ياخذ لي برامي تروا فوا فرجو الماكله شنو ياكل الماكله؟ يبعد على المقلي يبعد على الكافتاجي يبعد على المصبرات يبعد على الحر ما يدواش تروا جو ويشرب برشا ماء برشا سوائل ويتمشى شويه ولا ما يتمشاش؟ كان ما عندوش هكا كورباتور كان يمسك الماء شويه هو راهو عادي السيني نتاع الكورونا فهمت؟ وينجم يعطيك الصحة يعطيك الصحة هاي تفضل تقليدي هذا لباس ما شاء الله لباس تقليدي هذا يا هاي لبستي وحبيت تجي تلقى باه مش كاينه نهار عرس اليوم هاي فرحانه بالتقليد احكي لي كيفاش اش من حقنا ما نسكنوا لبرا في الريف نحنا عايش جيت تلقى حبيبي ايه جيت تلقى لبسه تاع عرس بالقديم باه عمدة المخصومة القيروان الجنوبي الحمد لله متجندين للحملة نتاع التلقيح اليوم 8 أوت والحمد لله حسسنا المواطنين وجبنا المواطنين وديما معناها في خدمة الدولة وإن شاء الله ديما نخدمه هكذا فهمت؟ طيب المواطنين اللي حالات خصوصية مشيت قربتوا لهم وجبتوهم جبنا لهم الحالات الخصوصية جبنا لهم جبت حتى عندي كابي فهمت جبت عندي كابي وجبناها وتنقلنا لهم وجبناهم وعاوناهم وإن شاء الله الحمد لله مازالوا حالات معناها حالات نادرة معناها كعبات عندي كابي إن شاء الله نشوفوا لهم حاجة ونزيدوا نجيبوهم زادة ويتم التلقيح نتاعهم الحمد لله لقحنا يا ربي لك الحمد أما حويجة بركة شوية نذاع نقصين شوية نذاع نفهموا بعضنا ويوضحوا اكثر العباد فما عباد ما تفهمش مساكنات قاعدين ضايعين اكهو بارك الله في دولتنا يعطيهم الصحه وان شاء الله ربي يرفع عنا الوباء وجاه عظيم الرجال